هي الصيانة لهذه الشعوب. هذه الوقفة تأتي في إطار الذكرى الثانية لصرخة عمال المناولة بشركات المناولة الصرخة التي تأتي ضد الحقرة وضد الاستغلال وضد الاستعباد اللي تعيشه العمال والعاملات الذين يشتغلون في قطاع المناولة. هذه الشركات اللي بطبيعة الحال ما تتحترمش القوانين والحد الأدنى للقوانين الجاري بها العمال وخاصة المقتضيات ديال المدونات ديال الشغل. وانتم تتشوفوا هذا اليوم هذه الوقفة الهامة جدا لمجموعة من العمال والعاملات اللي تعانيوا من القمع اللي تعانيوا من الاضطهاد. خلفي الخلف ديالي واحد مجموعة من العمال اللي جايين من مختلف المناطق في المغرب اللي هم العمال ديال الصيانة في لي زوتوروت في طرق السيار اللي هذه مدة وهما معتصمين في هنايا على مستوى ديال الرباط وامام المديرية ديال طرق السيار بالمغرب في حي الرياض. ولكن تتعرضوا يوميا لاشكال ديال القمع لاشكال ديال الترهيب وديال العنف لانهم يطالبون بحقهم العودة للعمل يطالبون بحقهم في العمل يطالبون فيهم عمال اللي عندهم أقدمية ديال 20 عام وديال 15 عام وديال 10 سنوات ولكن بين عشية وضحاها للأسف الشديد تلقوا رؤوسهم في الشارع تلقوا رؤوسهم مرميين لا الحكومة لا الوزارة المكلفة اللي هي وزارة ديال التجهيز ولا طرق السيار تيتحمل مسؤوليته في إعادة هاد العمال للعمل ديالهم وإنصافهم كما الإنصاف ديال جميع العمال المغرب في هذا الإطار هذا. وتخليدا لهذه الذكرى ديال الصرخة ديال العمال ديال الحراسة والعمال ديال المناولة بشكل عام في المجال ديال الصيانة في المجال ديال الخدمات في المجال ديال التوزيع تنجيو تنخلدوا هذه الذكرى اللي تنقولوا فيها لا للحقرة لا للاستغلال لا للاستعباد. تحية للعمال والعاملات اللي حاضرين معنا. نحن اليوم في الذكرى الثانية لصرخة حراس الأمن الخاص بالمغرب. هذه الفئة التي تعيش التهميش والاستغلال وتعيش كل أشكال الحقرة. نحن اليوم هنا لنوصل رسالة إلى المسؤولين كيف لحراس الأمن الخاص أن يعملوا 12 ساعة ويتقاضون عن 7 ساعات ونصف. هذا القانون ليس في أي بلد. الحكومات والبلدان التي تحترم نفسها فإنها تلتزم بالديمقراطية. الدول التي تحترم نفسها هي التي تطبق القانون الذي صدق عليه. أين دستور 2011؟ أين مدونة الشغل؟ هذا نوع من الاستغلال ونوع من السخرة. نحن ما زلنا في عهد السخرة. حارس الأمن الخاص يعمل 12 ساعة ولا يتقاضى إلا عن 7 ساعات ونصف. نعيش أشكالا من التهميش ونعيش أشكالا من الاستغلال ونعيش أشكالا من الحقرة. قدامين أخوة سيكيريتي تضرب 12 ساعة ديال الليل ما فيها لا زيادة لا نقصان. تضرب 12 ساعة بزاف علينا الشتا والبرد والليالي وكل شيء. 12 ساعة خويا علي قهرتنا 12 ساعة. عينا ما نشكي وعينا ما نقولوا وعندنا الصالير وعندنا المركوب وعندنا كل شيء خويا. المعيشة غالية علينا والمركوب غالي علينا. اش تبقى لنا 46 ألف ريال اللي تعطينا في الشهر. 12 ساعة ب 46 ألف ريال أخويا قاطعة علينا. هادشي اللي درنا أخويا.